تبي صاحب المحل. انا صاحب المحل ناس. شنو وقع الخسائر اللي وقع لك؟ خسائر ما حتاش انت كتشوف بعينها على حساب الكاميرا اللي كتشوف برك غير هذه يجي واحد الخبر يقول لك شنو الخسائر. فهمتي؟ ولكن المشكل هو الخسائر هو ديال هذا الماء، علاش ما كيجيوش يخملوا الودان ديالو في الوقت ديالو؟ علاش؟ علاش ملي زعما اول مره كيوقع الفيضان هو الواد حتى شابوا الزبد حتى يوقع الفيضان والموت عاد جاو حيدوا الزبد. علاش؟ علاش ما يجيوش يخملوا الودان دائما؟ علاش 15 يوم وسيدي؟ يلاه قول لي علاش ما كيخملوش؟ دابا شوف كيفاش كيكب بالماء، علاش دابا الواد ماشي؟ حنا خصنا نعملوا، علاش هاد الزنقه هادي ما كتعدلش عمرها؟ علاش؟ وعلاش وعلاش وعلاش؟ حنا كنخلصوا الضرائب ديالنا، كنخلصوا الواجبات ديالنا، كنخلصوا السيكوروس ديالنا، كنخلصوا جميع المسائل ديالنا، ورغم ان هاد الشيء هذا خصو يكون معوض. ديك الساعه كنتو خدامين ديك الساعه؟ كنا خدامين، نورمال كنا خدامين. حتى كيف كانوا الناس خدامين؟ انا 100 الناس خدامه. خدامي خدامي ما كيوقعش الجروح ولا شي حاجه ما كاين الجروح لا والو الحمد لله فكرت دغيا انا والاصدقاء ديالي العمال ديالي فكينا العمال دغيا يخرجوا من هنا ليا خرجوا الناس ولينا من العمال ديك الساعه نشوفوا اما المواكن والالات الخياطه وداك الشيء ما كيهمش ديك الساعه نشوفوا واش غنديروا طيحنا الضوء هذا هو هذا اللي كاين ولكن خصنا السلطه المحليه تراعي في هذا الشيء هذو البنات البلديه خصهم يشوفوا هذا الشيء هذا اللي كيوقع لهاد الناس على هكا فهمتي الشارع والو فيه 500 متر ما عدلوهش علاش هذه تقريبا عدلوا الشارع الحومه كامله عدلوها الا 500 متر ما عدلوهاش علاش لماذا خصني نعرف علاش حتى البوله راه هي انا كنشريها باش كنديرها راه هي صور راه كنشريها باش كنعمل بوله للناس الناس كيجيو يصلوا الفجر كيتحونا في الويدان كلشي مع الغلاقه ديالو شوفوا عمرو ما جاو جا السيد العامل قال لهم عدلوا هذا الشارع جاو نهار اللي عملوا الحديد لتحت والحديد الفوق جمعوا الشبكه كامله داروا الشبكه وجاو جمعوها بالليل علاش جمعوا ديك الشبكه؟ لماذا على ياك؟ لان الرقابه ما كايناش ياك ما كاينش اللي يقول والله ما هذا منكر اش كتعمل؟ قلت له ديك جماعتي قال لي عندي اوامر اصاحبي ديال الاوامر كل واحد عنده الاوامر ديالو وهذا الشيء اللي كنعيشوا به في هذه البلاد السعيده هذا الشيء اللي عطى الله